اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده في برنامجكم الاسبوعي ازرع فكره. حلقتنا النهارده بتكون تحيه للشعب المصري، تحيه لعيد الشرطه، وفي بعض الكلمات اللي حابين ان احنا نقولها لحضراتكم. عايز تعرف مين المصري او تتحقق يوم من اصلي؟ ركز لحظه انت وانت تلاقي ان الشعب الجيش المصري. احنا كيان واحد ومفيش غير اننا كلنا الجيش. 100 مليون مصري جاهزين انهم يملوا الميادين ويحاربوا كل الخاينين واللي يفكر يلمس مصري. شرطة وجيش والشعب معاهم، عارفين يحموا بقوة اسماهم. كل الكلمات ديت كلمات أغنية جديدة مهداة للشعب المصري وللشرطة المصرية ولقائدنا العظيم عبد الفتاح السيسي. هذه الكلمات وألحان كانت الشاعر رضا أبو الغيط، وألحان وتوزيع أستاذ محمود الحسيني، وغناء أستاذ محمود الدويك، وإخراج أستاذ عماد عبد الحليم. هيكون معانا الملحن والمطرب في الفقرة الثانية، إنما فقرتنا الأولى هي الأم بطل، الأم شهيد. الرئيس السيسي قدم لها وكرمها للأم المثالية لشهداء الشرطة في 2017. معانا ومعاكم أم البطل النقيب محمود أبو العز، الأستاذة أم البطل أحلام محمد أحمد علي. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بيك. مشرفانا النهاردة ربنا يخليك يا رب. ومش عارفين نقدم لحضرتك أقل تقدير إن أنت تشرفينا النهاردة في برنامجنا. ربنا يخليك يا رب، كتر خيرك. هو أنا أعرف نفسي، أنا أحلام محمد أحمد علي، والدة الشهيد النقيب محمود أحمد أبو العز. كنت مديرة مدرسة ودلوقتي على المعاش. أنا خريجة تربية عين شمس دفعة بقى 77، كبرنا إحنا بقى. وطبعا محمود هو أصغر إخواته، كان والده توفى، هو كان في الترم الأولاني في أجازة نص السنة، الترم الأولاني في تانية ابتدائي، يوم 25 يناير بابا كان متوفي. بابا من أبطال حرب أكتوبر وكان مصاب، كنت بزوره في القصر العيني، كان بيعيط ان هو اصحابه شهداء وهو مش شهيد، وكان نفسه يبقى شهيد. سبحان الله ان ابنه اللي كان بيحبه قوي الصغير راح له شهيد. وانا عندي طبعا بعد كده عندي محمد وعندي مصطفى. مصطفى اساس في كليه شرطه، وعندي محمد في يعني في مدير مكتب تصاريح العمل، هو مقدم ومقدم. وعندي بنتي رانيا الكبيره اللي هي بكالوريوس علوم، طبعا كلهم متجوزين. محمود كان خاطب وكان هيتجوز ستة، كنت بشطب شقته، واستشهد في شهر 3/2013 أيام الفوضى والاضطرابات والسلاح في إيد المجرمين والكلام ده. وبرغم من كده كان بيحب ياخد فترة بالليل، كنت أقول له خد فترة بالنهار وهدي شوية، الوضع مضطرب. يقول لي لا يا ماما، المجرمين بالليل وقطعين الطرق بالليل والحرامية بالليل. كان ياخد البوكس ويلف المانيال كلها بالبوكس الواحد وسايق البوكس عشان يشوف الأمن مستتب في المانيال وفي مصر القديمة، لأن كان هو ظابط في مصر القديمة. كان بيحب شغل، وكان محبوب جدا جدا جدا، وكان مصلح. ما كانش يعني ما كانش يحب إنه ياخد واحد عشان يوديه ويقول إن أنا خدت، لا، ممكن ياخده على جنب ويقعد يصلحه ويقعد يقول له ده غلط وممكن تسجن وممكن تضيع مستقبلك، حاجات كتير يعني. فهو يعني يمكن مصر القديمة كلها سامعاني حبيبهم، كلهم بيحبوه، بيصلح بينهم. يعني لما يكون في مشكله الاقيه بيجري يا حبيبي، يقول لي يا ماما ممكن يموتوا بعض، انما انا هصالحهم. في الجياره، في عند جامع عمرو، في الاماكن دي كان لما يحصل خناقات يروح هو يقوم يجري يروح يصالحهم، لانهم كانوا بيحبوه يسمعوا كلامه برغم انه كان صغير. يعني شوفي صغير ولكن عمل حاجات تحس اني لواء شرطه، مش ضابط خد نقيب بعد الاستشهاد. فكان حلو وكان بيحب شغله. حتى كنت اقول لاخوه يعني خليه يهدي الايام دي، يعني ايام فتره صعبه اللي هي 3/2013 5/3/2013. كان يقول يا ماما ده شغله، خلاص هو اختاره ده شغله. حتى ابني محمد ثالث يوم استشهاد اخوه
استنجدوا بيه ناس، ناس بتكسر عليهم البيت، جيري برضو بيت انا، طبعا انا ابني لسه الصغير بقيت ماسكاه، يا ابني طب قصت، قال لي لا يمكن بتستنجدوا بيا، وروح جري وراهم. الحمد لله احنا يعني بنراعي ضميرنا في شغلنا، وانا كنت المديره المثاليه، خدت المديره المثاليه برضو طبعا على مستوى الجمهوريه، بنراعي ربنا والامر بيد الله. يعني كلنا يعني الحمد لله، مصطفى اللي هو في كليه الشرطه، استاذ في كليه الشرطه، هو طبعا طلع من الاول وكان جايب 96% علم رياضه، دخل هندسه وجاب شرطه، راح شرطه طلع برضه من الاوائل، واستاذ هناك بيراعي ربنا في شغله لدرجه لما بياخد فتره سنه اولى بعد ال 45 اليوم 3 سنين متتاليه بياخد الاول، هو دلوقتي معاه سنه ثالثه. ومحمد دولاب مليان شهادات تقدير، كان مباحث الجيزه والجيزه كلها تشهد بيه، بنعامل ربنا لاقصى درجه، شهادات تقدير، مسك مجرمين، مسك مهربين، مسك الحمد لله. فاحنا بنخلص في عملنا والاعمار دي بقى ايه بيد الله، ويا بخت من مات شهيد الدكتور عبد الكحلاوي، بعتت رودينا تعزيني، وكانت بتعمل برنامج يوم الجمعه، فكنت على اتصال بيها، قالت لي محمود الشهيد الحق، وزاره الداخليه مسمينه الضابط المؤدب، عمره ما شتم حد، عمره ما زعل حد، كله ياخده بالذوق وبالطبطبه كتير. عمرك شفتي بياخد مصروف ويتصدق بيه؟ عمرك شفتي في رمضان كان بيدوله فطار، فكان يقعد ساعات الفتره اللي بعد العشاء يفضل شايله ويجي. انا عندي مسجد في البيت اسمه السيده فاطمه النبويه، نسبه المسجد اللي جنب البيت المفتي في الدرب الاحمر، اللي هو جدنا مفتي ديار المصريه، ثالث مفتي لمصر ايام الملكيه، لازم يكون من الاشراف، فاحنا مسميين المسجد بتاعنا السيده فاطمه النبويه. كان يجيب فطار اللي بيديهوله او اي فطار ويجي على المسجد يعدي يديهوله، قلت له انت لسه لحد دلوقتي؟ قال لي يا ماما انا ليا بيت لكن في ناس ممكن تكون موجوده وما فطرتش، يعدي يروح مدي الفطار. هقول لك ايه ولا ايه كل ده؟ تاني تاج، لان حضرتك كمان مش ام البطل بس، ده هي تقريبا الاسره اغلبها من الشرطه، فازاي انت يعني فعلا بتدي مثل كبير قوي لكل ام مصريه بجد، ان لا ده انا عندي ولادي وبقدمهم وهقدمهم كمان لمصر. بصي طبعا هقول لك حاجه، هو احنا لما احنا بنتمنى ايه؟ الجنه. بنتمنى ايه؟ الشهاده، ودام الحمد لله مات شهيد حق، مات بيخدم، مات بيتصدق، مات ما ضربش، مات ما عورش، مات ما شتمش. انا شفت له حاجات كتير، شفتها مش حلمت بيه، انا شفتها بنفسي وحكيتها، حتى كنت في انا من اصدقاء معهد الاورام، انا عملت له طبعا اوضه في معهد الاورام باسمه، طب يعني لان بابا عمل المسجد باسمه الله يرحمه بابا من 23 سنه و24 سنه، فانا عملت له برضه في معهد الاورام، فانا من اصدقاء معهد الاورام، كنت هناك في ندوه، كانت معايا مشيره خطاب ونجوى ابراهيم، وكان رئيس جامعه الازهر وكان البابا وكده، فقلت على حاجات انا شفتها. رئيس جامعه الازهر جه يجر عليا وسلم عليا، قال انا ليا الشرف قوي اني شفتك، شفتها بعيني. انا من النوع اللي ما بيعتقدش، يعني لو حتى انت اللي هتقولي لي اقول لك ايه، يمكن بيتهيألك يمكن حلمتي، لكن انا شفت، انا شفت بعيني حاجات لمحمود كده رؤيه العين كده الحمد لله. فطب اطمني عليه ان هو في الجنه شهيد، هو في الجنه وحيا يرزق، ده كلام ربنا سبحانه وتعالى. ده كده يعني انا بقول انت احسن من اخواتك، انت كده ربنا فضلك الحمد لله. هقول لك حاجه، هيعيش، هيبقى عنده 30 40 50 60، العمر بيعدي واخرتها فعلاً. ولكن الحمد لله ان ربنا خده شهيد حق، والفتره يعني انت عارفه خلص ثانويه عامه على كليه شرطه، جه خميس وجمعه يروح ويروح، جه سنتين عمل خير، طول السنتين عمل خير. طيب انا عايزه ايه تاني؟ هيعيش وهيخلف اولاد وهيربي وهيكبر وهيتجوز وهيموت، ممكن في اثناء الفتره دي يشيل سيئات، لكن هو راح نضيف الحمد لله. الحمد لله رب العالمين، وكلنا يعني كلنا شرف فعلا ان في اسره مصريه زي حضراتكم، وتربيه حضرتك بالنسبه لاولادك وبالنسبه للفخر اللي انت حاسه بيه، ما قلتيش مره لا كان ابني كان يبقى موجود معايا دلوقتي، كان هيساندني في حاجه معينه، كنت هشوف ولاده كان هيتجوز، لا ده انت بتقولي ان هو لو عاش 30 40 50 100 سنه هو اخره لهذا الموضوع. طيب. بس مات نضيف ومات شهيد، ده يا بخته هو. يعني طيب. هو يا بخته الحمد لله. انا عايزه برضو ايه نتكلم شويه، ان احنا نتكلم ان الشرطه بتتعب جدا، الشرطه بال 20 ساعه في الشارع، الشرطه يا جماعه امن وامان، لو عايزين نهدم الامن الداخلي، نهدم بلد نقضي على الامن الداخلي.
الامن الخارجي بسيط وعدوه وجها لوجه بنقدر عليه، ولكن الامن الداخلي صعب انك تسيطر. فاحنا نتعاون معاهم، بيتعبوا جدا، انا باحتكاكي بالشرطه تعبوا جدا، واقفين يعني في تامينات، احتفالات، اعياد بال 18 ساعه، شوف البرد ده اللي انتم شايفينه واقفين فيه. فاحنا نلتمس لهم العذر، حتى لو لقيت ظابط عصبي شويه، لو لقيت غصب عنه، لانه انسان فالشرطه لها اهميه قصوى، فعشان كده بنقول لكم تعاونوا مع الشرطه. وبرضو انا كنت بقول السنه دي كان احتفالات مميزه جدا باعياد الشرطه بصراحه، كان في الاستاد، كان في انا جنبي نادي المصري القاهري، كانت نص القاهره هناك في نادي المصري القاهري، كان الاستاذ تيسير مطر تقريبا عاملين احتفالات وجوائز وسحب على اجهزه واكل ببلاش مطاعم، فرحين الناس. هم كمان بينزلوا لنا صوره لتكريم حضرتك في الوحده العربيه، منظمه الوحده العربيه في فندق الماسه في رمضان، ممكن تكلمين عنها؟ ايوه بص اقول لك حاجه، هو انا التكريمات الحمد لله كتير، يعني طبعا هم بيجوا في المناسبات، في عيد الشرطه، في عيد الام، بيكرمونا كتير قوي الحمد لله. طبعا الرئيس عبد الفتاح السيسي كرمني، لسه هسال حضرتك عليها، لان المثالية. اكيد كل التكريمات اللي فاتت بتكون مختلفه تماما عن تكريم الرئيس لحضرتك. كان شعور حضرتك ايه؟ الام المثاليه على مستوى الجمهوريه في 2017 كان عام المراه، وكنت بفطر معاه في نفس العام في رمضان برضو، فجي بيقول لي ايه ادعي لي، فقلت له بدعي لك يا رئيس وكده، قال لهم بص دي ام المصريين، فالصحافه كتبت وام الشهداء كتبوا ام المصريين وام الشهداء كده. وطبعا انا كرمني برضو رئيس عدلي منصور لما كان موجود برضو الام المثاليه، وكانت وزيره التضامن بعتتني وكرمتني الحمد لله. وتكريم ربنا اهم طبعا، في تكريم من الوحده العربيه، في تكريم من بابا من الكنائس، في تكريم من القدرائيه في العباسيه مرتين الام المثاليه، في تكريم من مركز الكاثوليكي، في تكريم من جامع عمر، في من السيده جيهان السادات، وطبعا طبعا التربيه والتعليم والصحافه. كلنا بنقول مصري ومسيحي، احنا كلنا مصريين طبعاً، كلنا طبعاً بنحارب طبعاً في الدفة، كلنا أنا بنكون حاجة. على طفره كبيره قوي على عزة واحد. محمود بابا مجمع الكنايس، اول واحد دخل العزاء واخر واحد خرج من العزاء، لان كان العزاء كبير، فكانوا بيخلوا ناس تدخل وناس ايه تخرج على اساس يكفي، لان كنا صف حديقه الفسطاط كله، الجنينه كلها، كان العزاء كبير. فاول واحد دخل واول واحد خرج، واحسن اكبر بوكيه ورد كبير كان في جنازه محمود من البابا. لا ما فيش، احنا مصريين، احنا مصريين كلنا، يعني كلنا شعب واحد وكلنا يعني مع بعض، يعني احنا انا كنت مديره مدرسه ومعايا مدرسين وحبايبي دول وحبايبي دول، يعني مفيش فرق طبعا. عايزه كلمه حضرتك اللي توجهيها لكل ام شهيد بتشوفنا دلوقتي. بص هقول لك حاجه، انا اقول لها يعني احمدي ربنا، احمدي ربنا ان مات شهيد. بص احنا كل يوم بنشوف اموات، في شباب ده الزمن ده غريب، الايام دي بتلاقي شاب نايم ويوم ميت، شاب ماشي والحوادث زي ما انت شايفها مثلا. لا احمدي ربنا انه مات شهيد، قولي الحمد لله، وبياخد معاها 70 من اهله، قولي الحمد لله ياخدك الجنه. يعني كل واحد بيتمنى الشهاده، والشهاده الحق، والشهاده في سبيل الله عشان يروح الجنه طبعا. بس انا ليا كلمه بس عايزه اقولها، ان في يعني بعض الضباط، في طبعا مجرمين بيجيبوا مثلا في الاسم اعترف مش عارف ايه او كلمه كده، يعني واحد عنده قصور في القلب 60% قوم يموت، ضابط بيتسجن فيه، انا مش عايزه ايد الضابط تبقى مغلوله مغلوله، لان انا مش هجيب المجرم وهقول له ايه انت سرقت ولا لا، يعني واحد سرق خزنه وجاي هيقول لك لا، ما هو لازم يكون فيه اعترافات. فلما بيتعور لما بيعمل او بيكون مثلا مع الضابط ده بيشد فيه او بيعملوا مع بعض، فطبعا بيضطر ان يتعور يموت، يقوم الضابط ياخد فيها سجن بياخدوا. على فكره جهاز تفتيش الشرطه صعب صعب، هو للاسف هو ممكن يكون الاحكام او القوانين بقت صارمه بالدرجه دي. ما انا بخاف على حاجه، انا عايزه الشرطه ما تبقاش ايدها مغلوله، انا عايزاه يبقى لما يمسك مجرم يبقى ايه. هقول لك حاجه، في 2013 كان بيخاف يطلع سلاح، لما بيقول لك الشرطه في 2013 حقيقة. حصل لان كان جاي لهم اوامر ممنوع الضرب، هو انت لو كان هيضرب نار كنت هتشوفوا المزاله دي؟ لا طبعا، كان كل الاوامر ان كنت محدش يطلع سلاحه في المظاهرات واللي حاجه، عشان كده حرقوا وكسروا وحطموا، لكن لو كان استخدم سلاحه ما كانش هيحصل كده، كان كلها رش ميه او
حاجات بسيطه. فاحنا انا عايزه الشرطه تبقى ايديها مش مغلوله عشان ما تكسرش، ما تكسرش الايه. هي ابدا عمرها ما ايديها كانت مغلوله، وحتى دلوقتي يعني احنا شايفين صورنا موجودين بيهددوا اي خاين يكون موجود، بيهدد بس ان هو يلمس واحد مصري. وفعلا شرفتينا حضرتك النهارده، وكنا حابين كمان ان حضرتك بتوجهي رساله صغيره لاي ام بتربي ابنها لسه صغير، لسه ما كبرش، لسه ما عرفتش هيكون ايه او هيتربى ازاي. بص انا اقول لك حاجه، انا تربويه طبعا خريجه تربيه، انا بقول لكل ام ابنك تربيته اساسها عليك. الاب ده بنخليه في الاخر، بنخلي الطفل ان باباك هيعرف، دي تبقى صعبه عليه، ولكن انت بيتشكل معاكي. لو كذبتي بيلاحظ انك بتكذبي هيكذب، لو انك انت عملتي حاجه غلط هيعملها، فانت المفروض تربيه صح. انا اقول لك، انا كنت في مدرسه تجريبي ثانوي، والوزير التعليم جه المدرسه لانه مديره فيها، لقى الدنيا متلخبطه، مين يجيبه ينتدبه، انا مديره مدرسه. ايه المدرسه؟ مجرد ان انا وقفت في الاذاعه بتاعت المدرسه قلت لهم المفروض ان احنا نبقى نضاف، المفروض نعمل، المفروض اديتهم، وفضلت اراقب الوضع على بعد. بصيت لقيت الاطفال، لما قلت لهم عن النظافه، الاطفال بتوع الكيجيهات وهو ماشي لو لقى ورقه ياخدها ويجري يروح حطها في الايه. رساله حضرتك اكيد وصلت لكل ام ولكل حد بيشوفنا ويشاهدنا الان من مشاهدين برنامجنا ازرع فكره. بنشكر حضرتك جدا على اللقاء الجميل اللي شرفتينا بجد في داخل البرنامج وداخل قناه الصحه والجمال، ونتمنى طبعا ان حضرتك تشرفينا اكتر واكتر، ندي دروس لكل الامهات اللي لسه ناشئه ولكل ام شهيد ان شاء الله. وحضرتك شاء الله. فعلا تستحقي اكتر كمان من الام المثاليه. وانا كنت بعمل حلقات اللي هي ماما احلام، حلقات تربويه وكده برضه، كان في احدى القنوات يعني. فطبعا ايه، محتاجين توعيه للناس، احنا محتاجين. انا كنت بعمل اجتماعات. نتمنى وشرف لينا ان شاء الله تكون فتره ثابته عندنا في البرنامج باذن الله يا رب العالمين. ان شاء الله يا ستي، ان شاء الله. ماشي، تسلمي يا حبيبتي. اعزائي المشاهدين، هنروح لفاصل، نرجع لحضراتكم تاني ونكمل بقيه فقرتنا مع ضيوفنا اللي موجودين النهارده، الملحن والموزع الاستاذ محمود الحسيني والمطرب الأستاذ محمود الدويك. خليكم معانا بعد الفاصل. يلا يا شعب ويلا يا جيش، الدبحور
أو يا الخفافيش، يلا يا شعبي ويلا يا جيش، هندو بحور أو يا الخفافيش، إحنا كيان واحد ومفيش غير إننا كلنا الجيش. احموا حدودنا ويا جنودنا وانسوا خلافكوا وانسوا الفتنة، لاجل ما يعرف غيرنا قيمتنا ويكون لينا النصر الحصري. مسلم ويا مسيحي قاعدين على القهوة او في الميادين، قدام اي عدو وخاين يلاقي بدل الضربة 200. أو تتحقق يوم من أصلي، عاوز تعرف مين المصري أو تتحقق يوم من أصلي، ركز لحظة وانت تلاقي إن الشعب الجيش المصري. إحنا كيان واحد ومفيش غير إننا كلنا الجيش. جاهزين يبقوا جنود يملوا الميادين ويحاربوا كل الخاينين، واللي يفكر يلمس مصري. 100 مليون مصري جاهزين يبقوا جنود يملوا الميادين ويحاربوا كل الخاينين، واللي يفكر يلمس مصري. شرطة وجيش وشعب معاهم حالفين يحموا بقوة سماهم، شرطة وجيش وشعب معاهم حالفين يحموا بقوة سماهم. احنا كيان واحد ومفيش غير اننا كلنا الجيش. اصحى يا مصر صح النوم، مهموش وقت عذاب او لوم. اصحى يا مصري صح النوم، مهموش وقت عذاب او لوم. مصر بلدنا طالبه اليوم يبقى لكل الجيش المصري. يلا يا شعب ويلا يا جيش، هندو بحور او يا الخفافيش، يلا يا شعب ويلا يا جيش، هندو بحور او يا الخفافيش، احنا كيان واحد واحد ومفيش غير اننا كلنا الجيش. اعزائي المشاهدين، ورجعنا لحضراتكم تاني مع ضيوفنا، ضيوف الاغنية الجميلة الجديدة المقدمة للشعب المصري في عيد الشرطة. اهلا وسهلا بحضراتكم. اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. اهلا بحضرتك. ضيوفنا اللي مشرفينا النهارده هو الالحان والملحن والموزع استاذ محمود الحسيني. اهلا بحضرتك يا فندم. ومطربنا استاذ محمود الدويكي. اهلا بحضرتك. اهلا وسهلا بحضرتك. نحب نتعرف بحضراتكم اكتر ونعرف مشاهدينا بحضرتك. انا يا محمود عبد المر يوسف الدويك، ابن من ابناء المنوفيه. طبعا احنا داعمين كلي وجزئي للشعب المصري وللجيش المصري والشرطه المصريه. طب مؤسسات الدوله عامه، احنا ورا مؤسسات الدوله عشان مصر تنهض بابنائها وبشبابها. اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك يا فندم. حضرتك استاذ محمود. محمود رشاد محمود الحسيني، في الاساس معلم اول تربيه موسيقيه، ملحن وموزع، ويعني بنجتهد ان احنا نحاول نقدم بالفن رساله تهدف يعني لشيء كويس وشيء يدعم الدولة ونرسخ القيم جوة المجتمع المصري والشعب المصري. أهلا وسهلا بحضراتكم ومشرفينا النهارده. وعايزين نتكلم بقى عن فكرة إن الأغنية إن كلنا الجيش، أنت دمجت شعب وشرطة وجيش. وجيش طبعا. أيوه طبعا. ما هو إحنا عندنا مؤسسات الدولة إيه دلوقتي؟ المؤسسات المفروض إحنا نكون وراها إيه؟ الشعب والشرطة والجيش.
الشعب والشرطه والجيش ايد واحده. احنا وطن واحد، نسيج واحد. لازم ندع احنا بقى كشباب، احنا ندعم الشرطه والجيش ونقف وراهم. ده عشان علشان طبعا مصر بتتحارب يعني، فاحنا لازم احنا بقى نقف ورا الجيش. الجيش يحارب بس احنا ما بنحاربش في الميدان، احنا نحارب بطريقتنا. للاسف كلام حضرتك الاغلبيه ما بيبقاش عارفه، الاغلبيه بيبقى فاكر عشان ان احنا عشان بقينا في امان ما بقاش في حرب. لا بالعكس، ده احنا طبعًا في حرب طبعًا. ده احنا مستهدفين يا فندم. عشان كده احنا بنعمل كده، احنا بنعمل كده عايزين يعني نقدم رساله للشباب. الشباب لازم يكون عنده وعي، ما يضحكش عليه. الشباب لازم يبقى عنده وعي. عجبتني قوي برضو الكلمات من داخل الاغنيه اللي هي بقى الكوبليه الثاني او الثالث اللي بيقول فوق يا مصري. هو فكره الاستاذ محمود، هو طبعا الاغنيه من كلمات الشاعر الاستاذ رضا ابو الغيط، واحنا من هنا طبعا مكاننا بنقدم له تحيه كبيره، والحان الموزع العبقري الاستاذ محمود الحسيني. وطبعا هي الفكره من البدايه كانت فكره الاستاذ محمود، يعني حتى اغلبيه الاعمال الوطنيه اللي احنا بنعملها، يعني ده مش اول عمل وطني احنا نعمله، اغلبيه الاعمال الوطنيه اللي احنا بنعملها بتبقى فكره الاستاذ محمود، لان طبعا الاستاذ محمود من الشباب الواعي جدا يعني. ما شاء الله عليكم. طب حابين بقى نتكلم عن الاعمال الوطنيه اللي قبل كده. الاول بس فكره المصطلح او الكلمه بتاعت كلنا الجيش، الفتره اللي فاتت اما حصل شويه بتاع دوت تصريحات من الدول الاجنبيه او الدول الاخرى والبلاد الثانيه، كان اعلى ترند في المعمول كان هو الهاشتاج بتاع كلنا الجيش، فقررت ان نعمل الفكره ديت. فكلمنا فريق العمل بتاعنا الشاعر رضا ابو الغيط، كتب لنا الكلمات وابتدينا نشتغل عليها، وفعلا ابتدينا ننفذ الجزء ديت، لان اولا واخيرا الفن سلاح ذو حدين، وبنشوف ان في ناس اللي بيقلد مش عارف ايه ويقلد بعض الشخصيات اللي مش مستحبه، وفي نفس الوقت برضو شفنا يمكن في بعد 6 اكتوبر تحديدا، انا واحد من الناس شفت موقف لطلبه في المدرسه لقيتهم لابسين زي عسكري البسوا المموع عشان بيخافوا منه، وكان حتى الصوره ديت انتشرت. فاذا الفن مؤثر بالايجاب وبالسلب، فلازم الناس اللي بتحافظ على الفن او بتستغله استغلال جيد واستغلال ايجابي لازم توجهه لده، توجهه لده. انا دلوقتي لان هي كمان بيدي كتوعيه كمان بالزبط. للشعب بالزبط. غير كمان ان كلمات الاغنيه هي لمسه لكل واحد مصري بجد. دي مهاره بقى من الاستاذ رضا. هو صاحب الفضل في كده يعني. يعني فعلا كل مصري ابتدى ان هو بيتكلم بنفس الكلمات ديت، بس هو مش حاسسها، مش عارف يديها زي لما بيلاقي اغنيه زي اللي حضراتكم بتقدموها لنا النهارده. لا بيبتدي ان هو ايوه انا دوت اللي انا عايز اعمل دوت، وعايز فعلا انزل الجيش، وان انا ادمج جيش وشرطه وشعب. دي مهمه جدا لان طبعًا. كلنا كنا الشعب يعني اهالينا اهالينا جيش وشرطه، هم اهالينا مش جايين ناس من بره. انا والدي رحمه الله عليه طبعا كان ابن من ابناء المؤسسه العسكريه، فبرضه هو زرع فيها حته الانتماء دي. فطبعا يعني اللي مش والده في المؤسسه العسكريه برضه لازم يبقى عنده حته الانتماء. والدي، ابن عمي، قريبي، صاحبي، ما هي كلهم في الاول وفي الاخر مصريين، فلازم كلنا يبقى حاجه واحده، مش هيبقى فيها تفرقه. حضراتكم برضه ما كلمتنيش عن الاعمال الوطنيه اللي خلاف الاغنيه دي. يعني احنا في كل يعني كل ظاهره بتطلع او كل حاجه بتطلع احنا لازم نكون متواجدين. يعني حتى مثلا لو كان احنا اول عمل عملناه ايام التعديلات الدستوريه ولجنه الخمسين، احنا عملنا عمل فني وقدمناه للناس وحسينا الناس انها تشارك برايها. حتى في الانتخابات الرئاسيه كنا بنعمل اعمال تحس الناس انها تنزل وتشارك، وكنا بنقول فيها كمان ما تنزلش لوحدك، خد ابنك معاك، خد ابنك يعرف حقه الدستوري. عملنا اعمال كده، عملنا حاجه شامله البلد بحالها، بلادي حبيبتي. حلو قوي. طب ايه راي حضرتك لو سمعنا حاجه دلوقتي ونسمع مشاهدينا معاكم؟ يا ريت. تمام، تحت امرك. استاذن حضرتك. طبعا هو استاذ محمود على فكره جايب الاورج معاه على اساس ان هو يسمع لحضراتكم حاجه. وانا جاي برضو جاهز ان انا اسمع الناس يعني. ده اكيد طبعا. مش شرفنا. خليك يا فندم. احنا عملنا السعداء ان احنا موجودين مع حضرتك النهارده. مش اكتر مننا، واكيد مشاهدينا النهارده هي بالنسبه لهم مختلفه تماما. Oh!
كلامك نغم نسيمك ونيلك يشيلوا الألم ومهما أغني ومهما أقول ومهما أغني ومهما أقول لا يمكن أوفي بحبك نعم بلادي حبيبتي بالكلمات بالإحساس اللي بيتقال. أنا بس عايز أقول إن الأغنية دي تحديدا كلمات الشاعر الأستاذ ياسر جلال أبو سعدة، هو برضو شاب من شباب المنوفية حد صاعد يعني تحية معانا طبعا طبعا، وألحان الموسيقار العبقري برضو الدكتور شريف خيرة، وتوزيع الأستاذ محمود الحسيني، وتوزيع الأستاذ وائل عابد، يعني اشترك فيها عدد كبير. يعني بنوجه التحية لكل من قام على هذا العمل الرائع واللي انتوا بتقدموه. ايه بقى العمل الجديد اللي ممكن يكون هيتقدم في الفترة الجاية؟ والله احنا بنفكر في عمل برضو يخلي الناس يعني يبقى عندها وعي اكتر، يعني احنا بندور على حاجة قوية، يعني برضو نقول للشباب يعني العمل، احنا عايزين بقى العمل. مصر دلوقتي في نهضة، البلد بتنهض حاليا، الشباب لازم يشتغل، اشتغل وجد في البلد دي، عشان انت اصلا في الاخر مالكش غير البلد دي، ما تفكرش انك انت ليك حاجه تانية غير البلد دي، هتموت في البلد دي. وبرضه كان في بعض الاحداث او المبادرات اللي الدوله بتعملها احنا يعني بالفعل شغالين عليها، يعني في انتظار الاعمال تظهر. يعني الفتره اللي فاتت كان اغلب في مبادرات كتيره عن التنمر، وده بالفعل الحمد لله ربنا كرمنا ونفذنا عمل عليه بصوت اطفال. طب ممكن تحكي عن فكره المبادره، لان اغلبيه المشاهدين للاسف مش بيبقوا عارفينها الا لما بيلمسوها، يعني تمام. حضرتك ما كنتش تعرفها قبل ما تدخلها. فكره مبادره التنمر اللي الدوله اصلا وكمان وزاره التربيه والتعليم تحديدا ابتدت تتكلم فيها، سلوكيات سلبيه الاولاد او الناس او احنا كاولياء امور او احنا كزملاء في المجتمع عموما ممكن بنستهون بيها، اللي يبص الواحد لشكله للونه لجسمه لطوله لمستوى ذكائه اللي هم الناس اللي اصحاب الهمم، لا مفيش فرق. وبان اكتر في المدارس مع الاطفال، يعني ده كانت ظاهره قويه جدا وبانت جدا مع الاطفال، عشان كده حتى الاستاذ محمود لما فكر في فكره عمل التنمر احنا استعنا بالاطفال وعملنا العمل فعلا بصوت الاطفال. والحمد لله. عايز اقول لحضراتكم ان انتوا قبل ما تقولوا لي على المبادره الجميله ديت، من اول ما سمعت الاغاني بتاعت حضراتكم اللي كلها وطنيه وكلها فيها احساس يوصل للناس بسرعه، كنت لسه عايزه اقترح عليكم ان يكون في المدارس، ان يكون في الاماكن بالفعل. الشعبيه، ان يكون دي، فسبحانك يا رب العالمين ان هي موجوده يا فندم. احنا فعلا، بس احنا برضو يعني محتاجين برضو حد يوصل صوتنا، يعني احنا ايه عندنا عملنا عمل التنمر، عمل جيد جدا ما يقلش حاجه عن الاعمال اللي حضرتك سمعتيها دلوقتي على الهوا او المسجله.
التنمر ده برضه لازم ظاهره واحنا عايزين نوصلها. وحاليا في يعني حصلت احداث في حوالي دلوقتي حادثتين، واحد مش عارف مع طالب مش مصري، وفي برضه حصل وفيها قضيه يعني حصلت فيها قضيه. لا طب ليه؟ وفعلا وقعدنا نتكلم فيها برضو ان ده ان احنا كلنا يعني وصلنا فيها لاخر الاغنيه ان احنا اولاد تسعه كلنا، ما فيش فرق ما بيننا، انت مواطن وانا مواطن، انت عندك قدرات وانا عندي قدرات، انت عندك انت خلق ربنا وانا خلق ربنا. بالظبط بالظبط. في تاني حاجه عملناها برضو بس لسه دي ما اتسجلتش ان شاء الله قريب، مبادره برضو العنف ضد المراه. تمام، دي كانت يعني يمكن الرئيس تحديدا مدي للمراه حقها كتير يعني، فيعني قلنا ندعم الموضوع من الناحيه الفنيه، وفعلا يعني امتهنا من التسجيل بتاعها بس لسه، لان انا برضو هعملها بصوت ان شاء الله بصوت اطفال كرة الاطفال. هو الرئيس على فكره مدعم كل الجهات دلوقتي وكل المجالات باعتبار ان هو حاجه قويه جدا بتبتدي ان هي فعلا تنهض البلد زي ما حضراتكم. واحنا ورا الرئيس اي حاجه اقولها راس احنا وراه، لان الراجل ده فعلا انقذ البلد. ده حقيقة. احنا ورا الرئيس مكان ما ليه احنا كنا عاملين في 12/12 اللي هو كان الاخوان 12/12 كان 12/12 الاخوان كانوا عايزين ينزلوا للشارع، او 11/11 تقريبا مش فاكر. احنا كنا عاملين اغنيه انا مش نازل اسمها انا مش نازل اسمها انا مش نازل. حلو قوي. انا بس عايزه ارجع تاني للمدارس بما انه حضرتك مدرس اول موسيقى، هل في حاجه بقى للاطفال الصغيره ان هي تطلع كمواهب ويبتدوا ان هم اللي يغنوا الاغاني دي باحساس يكون قوي من عندهم؟ هو فعلا هو عامل الحمد لله يعني اتفضل الاستاذ محمود عامل جيل جديد في مواهب جميله جدا، هو اللي بيدربهم هو اللي بيشرف عليهم، وانا شفت ده بعيني حتى انا كنت بساعده في كده، بس هو بسم الله ما شاء الله يعني هو عامل جيل يعني جامد. انت كونت فريق بالفعل. انا معايا الحمد لله فريق يمكن في مدرستي تحديدا حوالي 100 فرد طلبه ما بين بنين وبنات، في منهم مواهب فرديه وفي مواهب جماعي، يعني مركز كل مجهودي في الحاجات اللي زي كده، واغلب شغلي يمكن برضو شغلي الخاص. انا دلوقتي عايز يعني اخدم على السلوكيات وعلى الايجابيات ديت بشكل كويس، وفي نفس الوقت في ممكن بعض الامور اللي احنا عايزين نفعلها ممكن اذاعيا مش منتشره قوي او مش ملهاش شغل كتير، يعني مثلا معروف ان في عيد الام تلاقي اغاني كتير، في الاغاني الوطنيه تلاقي كتير وفي منها بيستحدث كتير، لكن مثلا حاجات زي ايه الطفوله مش كتير، القراءه والكتابه مش كتير، المواد يمكن انا من حوالي 5 سنين قعدت سنه كامله الاولاد تخش لي في حصه التربيه الموسيقيه اقول لهم طلعوا لي كتاب العربي، فالاولاد تستغرب طلعوا لي كتاب العربي. ايوه جايين نهزر. طلعوا لي كتاب عربي خالص. ايه يا اولاد النص اللي انتم مش عارفين تحفظوه؟ ايه يا استاذ في النص ده كلامه ايه تقيل شويه؟ طب تعالوا هاتوا، اقوم جايب الكتاب اعمل له لحن بسيط صغير، طب يلا نغنيه. قبل الحصه ما تخلص يكون الاولاد حافظين النص. انا دلوقتي الاولاد ديت اللي بتتعرض للي بتسمعه في الشوارع والمهرجانات والكلام المتداني دوت الاسفاف. احنا بنسميه اسفاف. طب احنا عايزين نعرف اعمار الاطفال ديت بتكون قد ايه تقريبا؟ انا الاولاد اللي انا شغال معاهم المرحله الابتدائي. تمام، فدولت يعني انت بتزرع لهم من مرحله الابتدائي اللي هو يبتدي يطلع بيه طول حياته، لان ده بيبقى خلاص محصور جواه. طب بيبني اساس بيبني اساس من الاول مش هيستنى بعد كده. هل قدمت حاجات لذوي الاحتياجات الخاصه؟ احنا قدمنا لا ذوي الاحتياجات الخاصه لا، لان تحديدا برضو لان مدرستي ما فيهاش دمج او ما فيهاش يعني اطفال ذوي احتياجات خاصه، بس قدمنا السنه اللي فاتت حاجه الفيروس سي الحمله 100 مليون صح، ويمكن الحمد لله خدنا مركز اول على مستوى المحافظه في معهد الكبد، كانت برضو بخصوص الحمله دي. لكن طب وقدمت لذوي الاحتياجات الخاصه؟ لا للاسف فعلا دي فعلا دي عدتنا يعني. صح طب احنا يمكن عشان خاطر المدرسه عندي مش يعني ما كانش فيها كده، يمكن ما التفتش لحاجه زي كده فعلا. طب احنا حابين ان احنا برضو نسمع حاجه تانية تكون برضو من اختياركم للساده المشاهدين، بس حاجه من التراث بقى يعني ما انتوا عايزين، ما فيش مشكله خالص. لا حاجه من التراث حاجه من التراث والله يا بتبقى ده مش يعني برضه حاجه من دكتور من الناس اللي يعني على ودن المستمع يعني. كانوا لا مين ماشي؟ ماشي ولا خليها ري؟ لا الفو لا ري الله يا بدود ري ولا ايه؟ فا انت ايه الفهم؟ لا معلش خليها مين؟ بس
زي دي. والله يا عبد الودود يا رابس على الحدود ومحافظ على النظام، كيفك يا واد صحيح عسى الله تكون مليح وراكد للامام، امك هتدعي ليك وهتسلم عليك وتقول بعد السلام، خليك دلع لابوك لا يقولوا منين دبوك ويمسخوا الكلام. واه يا عبد الودود بقول لك وانت خابر كل القضيه عد ولسه دمي خير ما شرباش التراب، حسك عينك تزحزح يدك عن الزناد، خليك يا عبد راكد لساعة الحساب. آن الآوان يا ولدي ما عاد إلا المعاد، ينفض الشركة واصل وينزاحوا الكلاب، إن كنت واد لابوك لا تجيب لي الطراخوك، والأهل يبلغوك جميعا للسلام. واه يا عبد الودود كيفك وكيف زمايلك عسى الله طيبين، خالك زنادي جايلك ضمن المتطوعين، أختك تطلع يوماتي عالمستشفى القديمة، حكيم عيمرينوها للعركة تكون حكيمة، محمدين موافي يتعلم المطافي ويقول لك شد عزمك ويقول لك العوافي، والمهنة القرايب والعيلة والعيال هيبلغوك سلامهم ويقول لك للأمام، وفي آخر الكلام هقول لك في الختام، الله يصون بلدنا ويحفظ السلام، والدك حسن مجاي غفير برج الحمام. الله، رائع رائع. ده مش احساسه بس، ده كمان تغيير باللغه بتاعت تراثنا فعلا. طبعا عشان توصل للمشاهد لازم اسمعها له زي ما سمعها قبل كده. احنا دايما مش عايزين نغير في الفن، احنا عايزين نوصل لابنائنا الفن كان عندنا كده، مش التلوث السمعي اللي احنا بنسمعه دلوقتي. احنا دلوقتي بنسمع تلوث سمعي. طب احنا عايزين بقى نعرف المستقبل، طموحاتكم المستقبليه للفن. والله طموحاتنا المستقبليه للفن، احنا حاليا ناقمين على اللي بيحصل للفن دلوقتي، ان اللي يعمل ترند وهو بيسمعنا اسفاف، يعني احنا بنسمع اسفاف بس عامل ترند نشوفه على كل القنوات الفضائيه. طب ما انت كده بتوصل لابني ان ده صح، انت ابني اللي هو مش عارف حاجه لسه دوان، انت بتوصل له اللي بيسمعه ده ده الصح. للاسف احنا لما بنيجي النقطه اللي حضرتك بتتكلم فيها ديت مش هنتكلم في الفن بس، ده بنتكلم في الفن شامل بقى، فن وسلوكيات، ما هو فن اذا كان كل حاجه فن. للاسف هي رسائل احنا بنتدرب منها لابنائنا ولبناتنا موجودين في قلب البيت، لان التلفزيون المصري هو اللي بيبعت لنا الرسائل دي كلها. هو الكلام دوت وصلنا وصلني انا شخصيا لمرحله
ان انا يعني ايه، طب خلاص انا مش عارف اسيطر على الاطفال مثلا لحبهم للكلمه، هو غصب عنه شايف ان زي ما الاستاذ محمود بيتكلم التلفزيون والقنوات بيجيب الناس دي الناس دي الناس دي الناس دي ترندات، فبقى يسمعوا. قلت خلاص انا 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 واحد من خلاص انا 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 بقى هروح بالكلام ده بس بشكل تاني، بنفسي بس بشكل تاني، انا هاخد المهرجانات والكلام ده بس هحط عليها كلام ما عرفناش نعملها برضه احنا، مش قادرين نستوعب هذا الاسفاف يعني. احنا بنعمل الحان منير ومجير، وبنلعب الحان شرقي بياتي وراستي وسيكا، مش قادرين احنا نوصل للاسفاف ان اي حاجه في اي حاجه بقت اغنيه، احنا مش عارفين نبقى كده. كمان هم ظلموا الشعب المصري يعني، هم فاكرين ان الشعب المصري عاجبهم الاسفاف ده، انما دوت للاسف مش عاجبهم تماما. الشعب المصري هو شعب راقي، شعب ذواق للفن، شعب معترض على كل دوت. والدليل على كده ان بنلاقي الاف المشاهدين بنبقى بيحاربوا ان هم يروحوا اماكن فيها فن راقي يكون كده. بالظبط بالظبط. انا لما اسمع ابني يقول لي في مطرب اسمه مش عارف كزبره، اه انا اتصدمت يعني. الفن ده كان حتى يمكن اما نيجي نتكلم على الناس القديمه يقول لك الشيخ سيد درويش مش عارف ناس السيده يعني، كان ليهم احترامهم وليهم تقديرهم وليهم وقارهم، لكن بالمنظر اللي احنا حاليا بنشوفه غصب عننا يعني ما ينفعش. فخلاص انا واحد من الناس قلت قررت ان انا مثلا هاخد الحاجات اللي هي مثلا وليكن مثلا جت فكره في دماغي ان انا هعمل جدول الضرب على مهرجانات. ما هو الاولاد دلوقتي حافظين حاجات ما هوش كلام، لا قافيه ولا وزن ولا كلام طبعا له معنى ولا ميوزك ده من كله. فبقى الموضوع خلاص مش إيه مش تطلع. ايه رايكم بقى لما نكون ختمه برنامجنا والحلقه النهارده باغنيه جميله من حضراتكم؟ تمام. حتى كمان ان هي حاجه من التراث يعني زي ما حضراتكم عايزين، احنا كده قلنا الوطني وقلنا التراث. وطني ولا حاجه من التراث اللي عجبكم يعني؟ حاجه للسيده الفاضله السيده ام كلثوم يا ريت. طيب. يلا كمل. تقولي وصفر الصبر. طيب عقبال ما بنجهز الاغنيه احنا بس هنشكر جمهورنا، بنشكر حضراتكم طبعا، لان الاغنيه ديت اللي هتختم بيها مش هنطلع ان احنا نتكلم تاني، هيبقى حضراتكم بس اللي بنختم بيكم الحلقه النهارده. اعزائي المشاهدين بنشكركم لحسن استماعكم، وعلى وعد مع اللقاء الحلقه القادمه مع برنامج ازرع فكره يوم الخميس الساعه 4. تحياتي هبة علي وأسرة البرنامج أستاذ محمد السعيد رئيس التحرير، وإعداد دكتورة سمية النحاس ومشيرة إسماعيل. ونسيب حضراتكم مع الأغنية نورتك. أغرب من قلبي أروح على فين.